في مباريات المنتخب كانت تجي لقطات بعد المباريات الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل يكلم مع اللاعبين انا ابغى اليوم الاداء انت حضرت غرفه الملابس في فترات طويله كيف علاقه الامير عبد العزيز مع اللاعبين يعني كيف شخصيه المسؤول الرياضي مع اللاعبين طبعا ايش المختلف طبعا كل من كان في السابق لهم كل التقدير والاحترام طبعا كل واحد عنده اضافته ايه الامير طبعا اسمه الامير عبد العزيز من ما يعني من اكثر الاشياء التي تميزه هو تواضعه تواضعه الرفيع والرفيع جدا يعني بحيث انه فعلا من تواضع لله رفع لذلك الرجل بعيد عن كل الشكليات في حال قدومه طبعا للمنتخب يجي بكل قرب بكل بساطه مع مع اللاعبين دائما كلامه في شيء من التحفيز بشكل كبير باستمرار آه الثقه دائما يوضعها في في الجميع سواء من رئيس الاتحاد واعضاء مجلس ادارته او بالنسبه للمدرب ايضا بالنسبه للاجهزه الفنيه والاداريه بالنسبه للمنتخب اضافه للاعبين اللي فعلا يستشعروا هذا الامر من خلال وجوده باستمرار معهم ما في مره دخل زعلان ما زعلنا ولا ولا مباراه ترى جميع مبارياتنا كنا فائزين فيها طيب خاصه ياسر اللي حضرها هو ياسر المسحل اكيد ما في رئيس اتحاد انا دائما اشوف ياسر المسحل ابو ابو سلمان آه طيب وحبيب وكذا بس يقال لي انه مره في غرفه الملابس كان معصب ما ابد ما 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 بعد, بعد مباراه اليابان اللي في اليابان بالعكس يعني حتى لما دخل غرفه الملابس شكر اللاعبين على الاداء اللي قدموه ما قصروا ونحن احنا فعلا يعني لازمنا في في مكاننا ما تغير نحن لازم متصدرين وقتها حتى مع خساره يعني رجل متماسك في أي أي. ويعرف تماما مساله التحولات اللي تصير في اثناء المباريات أي. ومساله النتائج اللي في ممكن تكون في مباراه النتيجه غير جيده ثانيا كره القدم لا تحاول ابدا انك تعكر العلاقه ما بينك وبين لاعبينك فالفريق اللي خسر اليوم هو نفس الفريق اللي راح يعني تعمل عليه على ينتصر في المباراه القادمه فليس من الحكمه مكانه انك انت في مباراه لما يخسر فيها انت يعني تعكر العلاقه بينك وبين لاعبينك لان اللاعب بالذات يكون بحاجه اليك في حال خسارته اكثر من في حال فوزه أنا